أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل النون ما عليهاش حاجة، فيها إخفاء مع الغنة، يعني لازم أديها غنة حركتين. أنزلنا وانطق اللام، أي لام فعل لازم أظهرها. أنزلنا، ما أقولش أنزلنا، أنزلنا، أنزلنا هذا، أطلع لساني في الذال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته أي نون ساكنة أو تنوين بعدهم لام أو راء، بدخل النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء اسمه إدغام بدون غنة، يعني بدخل النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء بدون غنة حركتين. جبل الله تنوين وبعده لام، جبل الله رأيته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا أي نون ساكنة أو تنوين بعدهم حرف من حروف كلمة ينمو، أي نون ساكنة أو تنوين يأتي بعدهم ياء أو نون أو ميم أو واو، بدخل النون الساكنة أو التنوين في الياء أو النون أو الميم أو الواو اسمه إدغام بغنة، يعني بدخلهم في بعض مع الغنة حركتين. خاشعا متصدعا تنوين وبعده ميم، خاشعا متصدعا إدغام بغنة، لرأيته خاشعا متصدعا متصدي، أخلي بالي من الدال علشان ما أقلبهاش لضاد، متصدعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله، من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال أطلع لساني في الثاء وتلك الأمثال نضربها أخلي بالي من حرف الضاد ما أعملش فيه قلقلة ما أقولش نضربها مش نض نضربها أكتم الضاد نضربها وتلك الأمثال نضربها للناس النون مشددة فيها غنة بمقدار حركتين للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله أضم الهاء كويس هو مش هو هو الله الذي لا إله إلا هو لما نقف على كلمة هو أقول هو أسكن الواو هو إلا هو لو وصلتها يبقى هو هو عالم الغيب والشهادة لما نقف على التاء المربوطة أحولها الهاء والشهادة ما أقولش والشهادة والشا الشين مفتوحة والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو أضم الهاء هو الرحمن الرحيم هو الرحمن أضم النون هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله أضم الهاء هو الله الذي لا إله إلا هو الملك أخلي بالي كل الأسماء مضمومة هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
العزيز الجبار المتكبر، أضم كل الأسماء. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحانا سبحانا، الباء ساكنة فيها قلقلة، حروف القلقلة خمسة: القاف والطاء والباء والجيم والدال، مجموعين في كلمتين قطب جد. أي حرف من الحروف الخمسة دي ساكن أو نقف عليه لازم يبقى فيه قلقلة. يعني إيه قلقلة؟ يعني اهتزاز في الحرف عند النطق به بشرط أن يكون ساكنا. سبحان الله عما عما، الميم مشددة فيها غنة بمقدار حركتين. عما يشركون يشري يشركون يشري يشركون، أكثر الراء كويس، يشركون. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق الخالق، كل الأسماء مضمومة. هو الله الخالق البارئ المصور. لما نقف على كلمة المصور بسكن الراء، ما قولش المصور، المصور. هو الله الخالق البارئ 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 المصور. له الأسماء الحسنى. له الأسماء، أظهر اللام، له الأسماء الأسماء، فيها مد واجب متصل أربع حركات. أي حرف مد، واو أو ألف أو ياء،
بعدي همزة في نفس الكلمة اسم مد واجب متصل بمد 4 حركات. له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له، يسبح له ما في السماوات والأرض، مش وما في الأرض، والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز، وهو أضم الهاء، وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.